لمتابعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من عاصمة بوغاز مدينة طنجة. كما تشاهدون في هذه الأثناء بقى حركة في شوارع الأحياء الشعبية بمدينة، سواء على مستوى الراشدين ولا حتى على مستوى حركة السير. كما أقول دائما متابعين أو في قناة شاب قناة شوف تي في معكم طيلة الأوقات، في كل الأوقات طيلة الأسبوع على مدار الساعة، من أجل نقل الخبر أو الحدث بالصوت والصورة في بثوث مباشرة. وهذه المرة كما تشاهدون مباشرة من إحدى الأحياء الشعبية، حي الجراري، هكذا تبدو شوارعه لحظات أو ساعة قبل منتصف الليل. حركية كبيرة في هذا الأثناء رغم البرد القارس اللي كاين في المدينة، علما أن مدينة طنجة لم تشاهد في السويعات الأخيرة أي قطرات مطرية. وأيضا المتابعين الأوفياء كما كنقول دائما عمري نقرأ في التعاليق ديالكم شنو هي المدن اللي كتابعوا منها البث المباشر، شنو هي الأجواء اللي عندكم في المدن ديالكم، واش كاينه شي تساقطات مطرية، واش كاينه شي حرارة ولا أجواء عادية، علما أن مدينة طنجة فيها برد قارس جدا جدا. نسأل الله السلامة والعافية. رضوان، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا. كما قلت متابعي الأوفياء حركة كبيرة في هذه الأثناء في شوارع المدينة، سواء على مستوى الراجلين سواء على مستوى العابرين بالسيارات أو الحركة المرورية. فمتابعي الأوفياء كما العادة كما كنقول دائما حتى نتوما شاركوا معنا في هذا البث المباشر، كتبوا لنا المدن اللي كتشاركوا منا أو كتشاهدوا منا هذا البث المباشر. نسرين، خا يدخل تعشى، مرحبا بك، راك حدايا، الله يبارك فيك، شكرا بزاف. غير هذه كافية، الله يبارك فيك. تحياتي لك خويا من عاصمة شراردة سيدي قاسم، أهلا وسهلا بناس شراردة. كيف ما سمعتوا أو كيف ما قريتوا في هذا التعليق، نسرين كتعرض علينا العشاء، ما عرفناش واش ندخلوا كاملين ولا ندخلوا بوحدي، الله يكرمك أختي نسرين، شكرا بزاف. وهادشي اللي معروف على ناس الشمال ولا على ناس المغرب كامل، الجود والكرم، شكرا بزاف، الله يكرم. مصطفى، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا. كما قلت متابعين الأوفياء، هذه هي عاصمة بوغاز قبل ساعة قبل منتصف الليل تقريبا، إن شاء الله معكم في بثوث مباشرة أخرى طيلة الليلة في كل مناطق المغرب وخاصة على مستوى مدينة طنجة. نشوفوا الأجواء لهذه المدينة ونشوفوا الأحداث ديالها، فابقوا معنا من هنا إلى ذلك الحين، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.